أعزائي المشاهدين صفحة نيوكار أوتو. أعزائي المشاهدين صفحة نيوكار أوتو، السلام عليكم. إن شاء الله راح نبدأ البث. نرتب سياراتنا ونبدأ البث المباشر. لحد حين أي سؤال استفسار عندكم رجاء كتابتها بالكومنتات حتى نجاوب. عليكم السلام.
السلام عليكم أعزائي المشاهدين، صفحة الميكار أوتو لتجارة سيارة. طبعا اليوم بثنا عن السيارات اللي موجودة لدى شركة الميكار أوتو، عنواننا أربيل تقاطع مخمور باتجاه شركة بلجي. طبعا الموديلات الإكسباندر المتسوبوش الإكسباندر اللي عندنا متوفرة وجميع الألوان وبنفس السعر موديل 2022، ضمان 3 سنوات، ماكينة وجيرو إلكترونيات من شركة متسوبوش. من ناحيه الالوان اللي متوفره عندنا جميع الالوان، من ناحيه الابيض، من ناحيه الاحمر، السيلفر والاسود والشوكليتي والنفطي، جميعهم نفس السعر 205 شامل الرقم. طبعا السياره اقتصاديه موديل 2022. المواصفات الخارجيه مثل ما جاي تشوفوها، بلاجكتور امامي، المشاهدين طبعا الاكسباندر سيارة عائلية، المواصفات الخارجية الليد والبروجيكتور الامامي الدبل، ميلات مقاسة 16 الحجم الكبير بالاكسباندر، والسيارة تكون واصل بالداخل كيلو مصمد، والتبريد المركزي 3 خانات، الخانة الأولى والثانية والثالثة، والتبريد المركزي أيضا. طبعا المحرك السيارة اللي هو من النوع ال 4 سلندر 1500 مايفك اللي تنطق قوة أكثر للسيارة، مثلا السيارات ال 20 فما فوق سوت المحرك أقل ولكن هورس باور أكثر. هورس باور أكثر. صور وغير بس. هسه راح نقدم السيارة حتى نشوف المواصفات الداخلية. Thank you.
اعطاني المواصفات الداخليه مثل ما جاي تشوفوها. الاستيرن تحكم جهتين، الاستيرن عندكم تحكم جهتين. من ناحيه المقاعد فهي قماش، جميع السيارات المسيوبوشي فهي قماش، التحكم بها يجي ميكانيكي مثل ما جاي تشوفون. نظام التراكشن اوف كنترول اللي عندكم هو مانع الانزلاق، والمرايه الكهربائيه دي تجي مثلا اذا تريدها اوتو او بدون اوتو انت تتحكم بها. من ناحيه التحكم بمستوى الاضاءه الاماميه، تحكمات ستيرن جهتين، تحكم بالمثبت السرعه وايضا بالصوت والاوامر الصوتيه والمود. طبعا الشاشه كبيره 7 انش والجير اوتوماتيك. التحكم بالتبريد والبصمه بالاكسباندر تجي عكس المونتيرو بجهه اليمين مثل ما جاي يشوفون المواصفات الداخليه، والتبريد المركزي اللي موجود بها. مقاعد الصف الثاني ايضا مقاعد الصف الثالث. سعر الموتيرو بجميع الوانها ب 205 شامل الرقم، شامل الرقم. طبعا كل الوان السياره موجوده. اكسباندر سبورت او اكسباندر هي احدث موديلات الميتسوبيشي اللي حاليا موجود، وواحد من اندر الديزاينر اللي ميتسوبيشي صانعها. هي ديزاين مودرن مختلف تماما عن باقي الموديلات الميتسوبيشي، وهي جيل جديد للميتسوبيشي. طبعا محركات تبعهم يجي كله مايفيك اللي تنطي قوه رياضيه للسياره، وجير السياره يجي 6 نمره، كتم الصوت كلش عالي داخل السياره. اي سؤال استفسار عندكم رجاء كتابته بالتعليقات حتى نجاوبكم بالبث المباشر، او رجاء اتصال على الارقام الموجوده على البث حتى نجاوبكم مباشره من قبل قسم المبيعات. طبعا اخواني من ناحيه العروضات الاكسباندر، من ناحيه المونتيرو تجي بيها فئتين اللي هي بحساس امامي. طبعا السياره 2019 ماكينه 6 سلندر 3000 سي سي، سيارة عائلية 7 راكب، فتحة سقف سلايد. المواصفات الخارجية تجي حساسين اماميات، كذلك 4 حساسات خلفية. مرقم كامل بسعر 288 ورقة من ناحية المونتيرو الفول مواصفات. من ناحية النصف مواصفات اللي هو بدون حساس امامي، بدون جناح خلفي، بدون شاشة كبيرة، تجي بسعر 278 ورقة. مقاعد قماش ايضا. من ناحية الويلات، من ناحية المحرك، هي نفس اللي موجودة على النسول. أعزائي المشاهدين، من ناحية اللي موجود إخوان الأكراد بالبث يقدرون إنه يكتبونه بالتعليقات إنه نشرح بالكردي، حتى نشرح بالكردي والعربي. و بینر برزانی که لصفحین و کار اوتو با کردی تماشا کن تکای کومنت بکن تا بکتا و که بزمانی کردی شیرین بتوانین باس اوتومبیلکان تم بکن. اعزائي المشاهدين، من ناحية المواصفات السيارة اللي نريد نذكرها باللاند كروزر، هسه راح نحرك السيارات حتى تشوفون المواصفات اللاند كروزر اللي متوفرة عندنا لدى شركة ميكار اوتو. Thank you.
الإخوان الأعزاء من ناحية فقط توفر لدى شركة الميكار والتعديلات اللي نسويها فقط على السيارة اللي موجودة عندنا لدى شركة الميكار أوتو. التعديلات مضبوطة 100%. طبعا إخوان السيارة أم العرض 5.95 ورقة، فرقها عن الأصلية اللي تجي هاي السيارة بالأصل إنه اللايت أسود ابيض، العفو احنا حولناه اسود مع شعار اللاند كروزر نفس الاصل اللي موجود المحفور بداخله. طبعا الشباك ايضا مبدلي، ضفنا له كاميرا اماميه مثل ما موضوعها، كاميرا 360 درجه ايضا بالمرايه الجانبيه موجوده فيها. من ناحيه اللحيه الاماميه اللي ضفناها طبعا درجه اولى بدون اي فراغ اللي موجود ويا الدعاميه الاصليه. من ناحيه الحساس الامامي بلادي بروجيكتور سينون، ايضا اللايتات الزينون اللي موجوده على السياره، والخط الجانبي اللي موجود على طول السيارة مع شعارات لاند كروزر اللي موجود فيها. طبعا السيارة 6 سلندر 4000 سي سي. من ناحية الثلاث شاشات، شاشات كبيرة. من ناحية المواصفات الداخلية ايضا هسه راح نذكرها لكم، ندور السيارة على الجهة الخلفية. مثل ما جاي تلاحظون المواصفات الداخلية للسيارة، طبعا اكو نوعين من الجي اكس، الجي اكس تجربة الباب تجي جلد تجي مخمل، هذا النوع الجلد في المواصفات. من نوع الترحيبات اللي موجودة على البيبان صفحة السائق والسكن موجودة ايضا ترحيبات، المقاعد تجي جلد، كهربائية الحركة وضعياتها، عندكم تحكمات على الجهة الايسر اللي هو التحكم
اللي هو تحكم بمستوى الإضاءة الأمامية، وأيضا الباركنج سنسر مثلا إذا تريدون أن صوت الحساسات يبين عندكم أو لا، تحكمات بالمراية الجانبية، وتجي جهة تحكم السيرن وحده من ناحية الصوت والمود والاتصالات اللي موجودة عن السيرن. الصاج اللي موجود أيضا دائرة مدائرة مع الشاشة الكبيرة نفس الثمانية سلندر اللي موجودة مع التحكم بالتبريد. طبعا الحلو بهاي السيارة أنه السيارة دبل ماوس، عندكم خاصية المساعدة على الالتفاف. طبعا الماوس L4 و H4 تشتغل ويا المساعدة على الانحراف على الالتفاف. طبعا مواصفات الزيادة بها أيضا الECT Power اللي تنطي قوة أكثر للسيارة، مع نظام الزر الECT2 تخلي السيارة تبدي من الجير الثاني، Traction of Control مانع الانزلاق والمساعدة على الالتفاف، والمنافذ USB والأواكس اللي موجودة، الثلاجة المركزية، تحكم فتحة سقف سلايد أيضا. المواصفات الخارجية طبعا شاشات خلفية بالمقاعد الأمامية مثل ما جاي تشوفون، أيضا تشوات الباب تجي جلد، فتحة سقف سلايد. السيارة 6 سلندر فول مواصفات. صرفيات الوقود اللي موجودة بالسيارة، طبعا الجنطة الكهربائية اللي موجودة على السيارة اللي ضفناها عليها، شعار GXR اللي موجود، وأيضا الصندوق الكهربائي، أربع حساسات خلفية ومكان الهوك اللي بالوصل، مقاعد الصف الثالث، عندكم مكان الجك على الجهة اليمنى، والتبريد الثلاث قطاع المركزي. طبعا مثل ما جاي تلاحظون انه الاضافات اللي صاير عليها بدون اي فراغات، نفس الاصلية، نفس الاصلية بالضبط. الويلات مقاس 20 اسود مطعم كروم، شعارات اللاند كروزر المرسق على طولة السيارة والسبيشال اديشن والجناح الخلفي. طبعا ترايش الفوق الرياضية المسح لون اسود المتناسق ويا الشباك الامامي. اخوان من ناحية المواصفات الجي اكس ار الاصلية موجودة، ايضا موجودة في ثمانية سلندر الجي اكس ار الجراند الاصلية. هسه راح نشرح لكم كافة المواصفات على السيارة مباشرة حتى تشوفون اي مواصفات موجودة. اخوان من ناحيه هذه السياره جي اكس ار الجراند الاصليه هي 8 سلندر جي اكس ار 8 سلندر اللايت اسود زراق بلادي كله بلادي. من ناحيه هذه السياره من دعم الدعميه بلادي، حساسات اماميه، اربع حساسات خلفيه، الشباك كامل مكمل كروم، السياره مرقمه كامله، عداد لكزس شحن لاسلكي 8 ايرباك. سعر السياره رقم كامل، اسعارها تنافسيه بالسوق بسعر 7.35 ورقه من ناحية الثمانية سلندر اللي متوفر الآن لدى شركة الميكار أوتو لتجارة السيارة، وأيضا موجودة 6 سلندر. طبعا هاي 6 سلندر مميزة بالسوق بشارات ليكسس وداخلية بقلاوة. من ناحية 6 سلندر أيضا موجودة الجراند الأصلية بخط جانبي. طبعا السيارة أيضا الجراند الأصلية من ناحية الكماليات كلها بلادية، ما بها أي إضافة من الوكيل. طبعا اللايتات اسود الاصل زراق لايت، حساسات اماميه بلاجكتر زينون، اللايتات كلها زينون. من ناحيه النيكلات اللي موجوده مثل ما جاي تشوفون الفرق بين السياره انه عليها اضافات نيكلات كلها بلاديه اصليه. من ناحيه مقابض الابواب فهي نيكل، الدخول بواسطه مفتاح ذكي اللي هو البصمه، شحن لاسلكي، شحن لاسلكي 8 اير باج. طبعا الابواب اربعه بصمه الجي اكس ار الجراند الاصليه، اربع ابواب بصمه تجي. من ناحية المحرك فهو 6 سلندر 4000 سي سي. من ناحية السعر 6.75 ورقة. مشاهدينا الأعزاء، أي سؤال عندكم استفسارات رجاء كتابة بالتعاليق حتى نجاوب بالنشر او نجاوبكم بالتعاليق ان شاء الله. هذا تشوفون الصاله كلها، اي سياره تريدون رجاء اختيار السياره حتى نروح على السياره ونشرحها بكافه التفاصيل.
اخواني راح نستقبل تعليقات حضراتكم، اكتبوا لنا اي تعليقات من ناحيه اي سيارات، اي استفسارات عندكم اكتبوا لنا اياها بالتعليقات راح نجاوبكم عليها. ترى العروضاتنا ايضا مستمره على الشفروليت التاهو بجميع فئاته، الال اس والال تي والبريمير بنظام الجك وايضا بدون جك. اخوان من ناحيه التاهو اللي موجود اسعارهن ال اس سعر 5.95 ورقه، من ناحيه ال تي اللي تعتبر اعلى من المواصفات من ال اس بسعر 7.40 ورقه، من ناحيه البريمير سعره جاك 8.50 بدون جاك 8.40. طبعا هاي اسعار مرقم كامل، والسيارات ضمان شركه منصور وكاله منصور، ضمان 3 سنوات والصيانه الاولى مجانيه. حبيبي استاذ الاعلامي ابو ياسر التوفيق للجميع ان شاء الله اشكرك. استاذ خليل ناصر اجمعين يا رب. استاذ احمد بالتوفيق للكل اشكرك. استاذ رائد بالتوفيق ان شاء الله اجمعين يا رب. من ناحية اي استفسارات عندكم تقدرون تتواصلون ويانا على الارقام اللي موجودة بالبث او من خلال التعليقات، تقدرون تتواصلون ويانا ونجاوب على تعليقاتكم. طبعا اخوان من ناحية التاهو جميع الانواع التاهو هي 8 سلندر 5.3 355 هورس باور. Thank you.
الاقوام من ناحيه داخل السياره فهي تابعه الى الميتسوبيشي الاكسباندر اللي موجود عندنا. طبعا جميع الالوان متوفره عندنا بسعر 205 شامل الرقم، والسياره عليها ضمان 3 سنوات ماكينه او جير والكترونيات، اي شيء يصير بها نحن المسؤولين. من ناحيه المواصفات الداخليه الشاشه 7 انش كبيره على الاكسباندر مع البصمه تجي بجهه اليمين، تحكمات ستيرن جهتين اللي هو بالمثبت السرعة، وأيضا على الصوت والموت والأمر الصوتي. اخوان من ناحيه اللاند كروز ام العرض اللي سعرها 5.95، السياره اعداد معدوده لدى شركه نيويكار اوتو لتجاره السيارات. طبعا عنواننا اللي يسالون عن العنوان، عنوان اربيل تقاطع مخمور باتجاه شركه البيبسي. اوقات الدوام من 9 صباحا الى 7 مساء. طبعا من ناحيه جميع السيارات مثلا اذا حجزتها تقدر انه تتواصل ويانا وندز لك السياره لاي مكان انت تريدها مع ضمان شركه النقل، يعني توصل لك السياره كامل مكمل مع ضمان شركه النقل. طبعا السياره 6 سلندر 4000 سي سي، عائلية، سيارة عائلية اقتصادية. طبعا من ناحية شركة تويوتا فهي شركة محترمة تبقى مدى العمر، فمن ناحية سياراتها بيها مواصفات اكثر واكثر. جي اكس هي مثلا جي اكس ار الجراند تورينج، بيها ايضا الفي اكس، في اكس ار، جميع الفئات موجودة ايضا مع اختلاف بالاسعار حسب المواصفات. من ناحيه الاسعار الجي اكس ار الجراند الاصليه ب 6.75 ورقه ومرقم كامل، ومن ناحيه ال 8 سلندر الجراند الاصليه ايضا بسعر 7.40 ورقه.
طبعا اللي يسألون عن الاختلاف بين اللي سعرها 5 دفاتر و 95 ورقة مع 6 دفاتر و 70 أو 75 ورقة من ناحية الكماليات فقط ومن ناحية المواصفات الداخلية. المواصفات الداخلية بالأم العرض 5 دفاتر و 95 ورقة تجي 2 إيرباك بدون شحن لاسلكي. أما من ناحية العداد فهو عداد عادي نفس السبعينية القديم. من ناحية الجراند الأصلية تجي عداد ليكزس 8 إيرباك شحن لاسلكي. طبعا صندوق إضافة كهربائي اللحاية الأمامية والخلفية. من ناحية الحساسات الأمامية والخلفية الأربعة فهي أصلية أصلية على السيارة تدي جلد أصلي. أيضا من ناحية المقاعد الكهربائية أيضا فهي أصلية. تم تغيير الشاشة مالت السيارة إلى العالية اخوان. من ناحية اي استفسارات من ناحية التعليقات تقدرون انه تخلونا تعليق ونقوم على التعليق مباشرة. من ناحية اي استفسارات عندكم ايضا ارقام الهواتف موجودة بالبث تقدر تتواصل ويانا باي وقت. طبعا الإشارة اللي تجي بيها فهي إشارة تسلسلية نفس الليكسس بالضبط نفس الليكسس بالضبط.
اخوان اللي يريد يحجز السيارة يقدر يتواصل ويانا على الارقام اللي موجودة بالبث باي وقت كان حتى نحجز السيارة ونقوم بالاوراق المرورية الاجراءات المرورية على مود الوكالة ايضا. اخواننا الاعزاء من ناحية اي تعليقات حتى نجاوب عليه مباشرة ومن ناحية اي استفسارات تقدر تتواصل ويانا بالصفحة ايضا على الارقام اللي موجودة بالبث باي وقت كان. نحجز لك السيارة ونوصل لك اياها المكان انت تريدها مع ضمان شركة النقل، توصل لك السيارة كامل مكمل. طبعا نشكر ثقتكم بشركة الميكار اوتو لتجارة السيارات، عنواننا اربيل تقاطع مخمور باتجاه شركة الابسي. تحياتي لكم اعزائي المشاهدين صفحة الميكار اوتو لتجارة السيارات، واشكركم على حسن المتابعة، مع الف سلامة.